طيب تعالوا بقى نروح عشان نتابع مع حضراتكم اخر اخبار النادي الاهلي وكافه ما فيه من مستجدات متعلقه بالفرق المختلفه وكل الانشطه مع الزميله العزيزه هنا ابو القاسم اللي موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير عليكم يا نهاوند ويا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بداية أسبوع جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم آخر أخبار النادي. خلوني في البداية أبدأ بالفريق الأول لكرة القدم، وطبعا زي ما أنتوا قلتوا يا كريم يا نهاوند، النهاردة النادي الأهلي هيواجه سموحة ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز. مباراة هتكون في تمام 9 مساء على استاد الأسكندرية. طبعا فريقنا أمس كان اختتم التدريبات استعدادا لمواجهة النهاردة. بشكل عام التدريب كان مبني على تدريبات بدنيه متنوعه وايضا تدريب قوي لحراس المرمى. كمان مستر بيتسو موسيماني كان حريص على عقد محاضره مع اللاعبين قبل انطلاق المران ليحدثهم عن بعض الامور الفنيه طبعا باستخدام تقنيه الفيديو. كمان خلوني اقول لكم ان مستر بيتسو موسيماني كان حريص انه يقول ويؤكد على جميع اللاعبين انتهاز جميع الفرص والتركيز منذ الدقيقه الاولى للمباراه. طبعا عندنا ثقه كبيره جدا في فريقنا وان شاء الله يقدروا يقتنصوا 3 نقاط. كمان خليني اطمن جميع مشاهدين قناه النادي الاهلي ان اللاعب محمود وحيد حالته الصحيه جيده، يعني هو امبارح شارك في المران الجماعي بشكل طبيعي جدا، ويمكن هو كمان ضمن قائمه النادي الاهلي لمباراه اليوم. ايضا على هامش المران اللاعب محمد هاني قام باستكمال برنامجه التاهيلي، يعني طبعا بنتمنى له الشفاء العاجل وان شاء الله يرجع يشارك في التدريبات الجماعيه مع الفريق في اقرب وقت. كمان حابه اقول لكم انه الهايلايت بتاع تدريب امس هو وجود كابتن محمود الخطيب داخل المران، ويمكن ده طبعا بيمثل دعم كبير جدا للاعبين وزي ما بيقولوا على الحلوه والمره مع الفريق، وبيعطي اللاعبين طبعا حاله من الجديه والتركيز الشديد، وان شاء الله النهارده يقدروا يفوزوا زي ما قلت. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق. دي اخبار الفريق الاول لكره القدم. خلينا دلوقتي نروح للالعاب الاخرى والتنس الارضي. ناشئين التنس الارضي قدروا يحققوا فوز على سموحه بنتيجه 8-1 في مجموع المباريات، يعني كان بيمثل النادي الاهلي في الفردي عبد الرحمن ياسر، حسن اشرف، ياسين السيد، حسن احمد، زياد احمد، وآسر احمد، قدروا يفوزوا في 6 مباريات. وايضا الزوجي كان بيمثل النادي الاهلي اللاعب عمر ايهاب، صفوت احمد، محمد معتز، مصطفى اشرف، آسر سامي، وآسر نهاد، وقدر يفوز في 2، وبكده يكون النادي الاهلي قدر يفوز في مجموع المباريات بنتيجه 8-1. ايضا ناشئات التنس الارضي قدروا يفوزوا على جزيره الورد بنتيجه 6-3 في المباريات المجمعه، يعني قدروا يفوزوا في 5 مباريات في الفردي. كان بيمثل النادي الاهلي لاعبه فريده احمد، حبيبه عصام، زينه هيثم، هنا ابراهيم، فاطمه رامي، وكريمه اشرف. وايضا قدروا يفوزوا في مباراه من المباريات الزوجيه، وكان بيمثل النادي الاهلي لاعبه جودي احمد، جانا محمد، جاسمين نوبي، مريم احمد، هنا طارق، ونبيله معتز. يعني طبعا كان اداء كبير جدا من ناشئي وناشئات النادي الاهلي، بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق فيما هو قادم. خلونا ايضا نروح للعبه كره اليد. رجال وسيدات كره اليد بيواصلوا تدريباتهم، هم طبعا في فتره اعداد للموسم الجديد. تدريب رجال كره اليد النهارده هيكون الساعه 2 الظهر، طبعا ده ضمن الاستعدادات زي ما قلت، يعني هم في فتره اعداد كبيره جدا، بيركزوا بشكل كبير جدا، كل هدفهم هو طبعا تحقيق جميع البطولات للموسم الجديد. اول بطوله عندهم هتكون بطوله افريقيا كاس الكؤوس اللي هتبدأ يوم 24/8، وهي ليها على طول بطولة الدوري هتبدأ يوم 16/9. طبعا بنتمنى لفريقنا كل التوفيق. زي ما قلت أيضا سيدات كرة اليد بيواصلوا تدريباتهم، النهاردة هيكون التدريب في تمام 6 مساء، هيستمر لمدة 2 ساعة أيضا استعدادا للموسم الجديد اللي هيبدأ يوم 27/9. يعني طبعا بنتمنى لفريقنا كل التوفيق وإن شاء الله يحققوا سيزون استثنائي. دي كانت أخبار الفرق الرياضية. خلوني كمان قبل ما أختم كلامي معاكم أنقل لكم الأجواء داخل النادي، يعني في حالة من النشاط. الأعضاء بدأوا بالفعل التواجد في مقر النادي هنا بالجزيرة منذ ساعات الباكرة من اليوم. زي ما قلت في حالة من النشاط، كعادة أعضاء النادي الأهلي بدأوا في ممارسة الرياضة، خصوصا المشي في تراك النادي. درجة الحرارة دلوقتي 33، وفي سيولة مرورية جيدة في الطرق المؤدية للنادي. يعني دي أنا هواندو يا كريم كانت أبرز أخبار النادي الأهلي. العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. كل الشكر لزميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم، وصباح الفل عليكي، والى الصحافه الرياضيه. الى الصحافه يا فهد.